بصبح عليكم مرة تانية، وزي ما استعرضنا مع حضراتكم في بداية الحلقة، النهاردة انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والطقس هيكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد. لكن خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير كمان على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الطقس. مش النهاردة بقى، من امبارح بالليل في انقلاب كده حصل في الجو، وفي أمطار شديدة حصلت ورعد، يعني أظن أنه كان في أغلب المحافظات المصرية. بالفعل، يمكن احنا مع مساء امس بدانا نشهد حاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، وده طبعا وفقا لتنبيهات تحذيرات الهيئه العامه للارصاد الجويه. بدات تتطور الحاله بشكل كبير في اغلب المحافظات، وبدانا نشوف سقوط الامطار اللي كان متفاوت الشده ما بين المتوسط والغزير، وده كان رعد بشكل كبير في اغلب المحافظات، القاهره الكبرى، الوجه البحري، محافظات سواحلنا الشماليه الغربيه وايضا الشرقيه ومدن القناه، وصلت كمان الامطار الرعديه لشمال الصعيد، واستمرت على مدار الليل في اغلب المحافظات. يمكن كانت ذروه الحاله الجويه بدات فتره الليل، ومتوقع ان هي تكمل معانا اليوم على مدار اليوم بشكل طبعا متقطع مش بشكل متصل، وده بسبب ان احنا بنتاثر بامتداد منخفض جوي متعمق بشكل كبير في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كيلو من سطح الارض. ايضا منخفض سطحي موجود على سطح الارض بيعملوا على حاله التقلبات الجويه، واللي كان اهم عنصر والعنصر الواضح كان فيها بشكل كبير هو سقوط الامطار ما بين المتوسط الى الغزير والرعد احيانا في اغلب محافظات شمال البلاد. والمتوقع ان اليوم ان امطار ايضا اليوم تكون امطار متوسطه، وقد تكون غزيره ورعديه احيانا على السواحل الشماليه للبلاد، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، محافظات شمال الصعيد، ايضا مدن القناه، سيناء، شمال محافظة البحر الأحمر. ونتيجة الطبيعة الجبلية والجغرافية فينا وسقوط الأمطار المتوسط والغزير، ممكن بعض السيول تتشكل في الطرق المؤدية من وإلى المدن اللي موجودة في سينا. بالإضافة كمان أن اليوم هيكون فيه طبعا انخفاض في درجات الحرارة عن أمس ملحوظ، لأن احنا بالأمس سجلنا عظمى على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية خلال فترة النهار، ويمكن ارتفاع درجات الحرارة بالأمس هو اللي أدى لتطور السحب الرعدية بشكل كبير. متوقع اليوم أن تكون مصادر الكتل الهوائية كتل هوائية شمالية طبعا محملة بكميات كبيرة من الرطوبة ومنخفضة في درجات حرارتها، فاليوم العظمى على القاهرة الكبرى هتكون 21 درجة مئوية خلال فترة النهار، مع وجود كمان نشاط للرياح سرعته ما بين 30 إلى 40 كيلو متر على الساعة على مدار اليوم، هيزود إحساسنا أكثر بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس، فهنحس فترة النهار بأجواء أشبه بالأجواء الشتوية المائلة للدفء خلال فترة النهار في أغلب محافظات الجمهورية. الحالة دي يا دكتور مكملة معانا لحد إمتى؟ هي هتكمل معانا على مدار اليوم ان شاء الله بشكل متقطع، مع غدا الاحد ان شاء الله تبدا الحاله تستقر بشكل كبير، تبدا الامطار تتلاشى من على اغلب المحافظات وتقل وتنحصر فقط في سواحلنا الشماليه الشرقيه وبعض المناطق من سيناء، وتكون امطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه. غدا ايضا هيحصل اعتدال في سرعات الرياح في اغلب المناطق، هيستمر معانا فقط انخفاض درجات الحراره، واللي هيكمل معانا لنهايه الاسبوع، وان شاء الله على مدار باقي ايام الاسبوع هيكون في استقرار نوعا ما وتحسن في الاحوال الجويه. طيب سقوط الامطار النهارده هل هياثر على اعمالنا اليوميه مثلا في بعض المناطق؟ وارد جدا في بعض المحافظات، لان احنا بنتكلم ان في امطار على مدار الليل، والى الان فتره الصباح في امطار رعديه في بعض المناطق من شمال الصعيد والقاهره الكبرى ومدن القناه، فوارد جدا يعني ناخد بالنا او وارد جدا يحصل تعطيل لبعض حركه المرور في بعض الاماكن، ممكن ياثر على اعمال الانشطه اليوميه. عشان كده احنا دايما بنحذر بنقول ناخد بالنا اثناء سقوط الامطار، لو احنا موجودين في الشارع لازم تكون القياده بهدوء تام، نبتعد عن الاماكن اللي فيها تجمع مياه الامطار الموجوده في الشوارع، مهم جدا اثناء سقوط الامطار لازم نبتعد تماما عن اعمده الاناره، اكشاف الكهرباء، الواح الاعلانات المعدنيه الموجوده في الشوارع، المباني المتهالكه، الاشجار، كمان القياده تكون بهدوء تام اثناء سقوط الامطار، لان الامطار ممكن تؤدي لانخفاض رؤيه افقيه على الطريق، وممكن كمان تؤدي لا قدر الله لانزلاق العجلات. الطرق المؤديه من والى سيناء ممكن في سيول تتشكل عليها، فبقدر الامكان نتجنب الطرق المؤديه من والى سيناء اللي
بيبقى موجود جنبها مخرات سيول او فيها مخرات سيول. مهم كمان خلال فتره الليل طبعا الملابس الشتويه، احنا دايما لازم ناكد ان الفتره دي بلاش تخفيف ملابس بشكل كبير او ارتداء ملابس صيفيه، لان فترات الليل لسه هنحس بالبروده والاجواء البارده، فبقدر الامكان فترات الليل تكون ملابس شتويه. غدا ان شاء الله فتره الصباح وارد جدا تتكون شبوره مائيه، وده المتوقع بعد سقوط الامطار وتوافر عامل الرطوبه في الجو، ففي شبوره مائيه فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، فناخد بالنا من الشبوره المائيه. نشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره العظمى فيها 21 والصغرى 13، العاصمه الاداريه 22-13، اسكندريه 20-14، العالمين الجديده 20-14، مطروح 18-14، دمياط 22-14، بورسعيد 20-14، الاسماعيليه 22-14. هنروح للسويس العظمى فيها 21 والصغرى 13، العريش 21-14، كاترين 18-9، طابة 25-14، حلايب 29-16، شلاتين 31-17، شرم الشيخ 27-16، الغردقة 28-15. الفيوم العظمى فيها 22 والصغرى 14، بني سويف 22-13، الوادي الجديد 28-13، أسيوط 25-12، سوهاج 26-13، قنا 28-15، الأقصر 29-15، وأخيرا أسوان العظمى فيها 30 والصغرى 16. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة، ودي كمان توصيات هيئة الأرصاد الجوية. ناخد بالنا إن في أمطار متفاوتة الشدة من متوسطة لأمطار عادية في أغلب محافظات الجمهورية، وناخد بالنا من الشبورة المائية اللي بتبتدي تظهر بالليل متأخر وبتكمل معانا للصبح بدري، ونلتزم بالتعليمات المرورية عشان توصلوا أشغالكم وبيوتكم بألف سلامة. مرة تانية نرجع لأحمد وجمانة نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا ليك يا لمي، والشكر موصول طبعا للدكتورة منى الغانم.